بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع سنقوم بتثبيت Animation Disk، البرنامج الخاص بالرسم والتحريك، وهو برنامج مجاني يوجد منه نسخ لiOS وأندرويد وكذلك الويندوز. الآن في هذا المقطع سأقوم بتحميل النسخة الخاصة بويندوز. اكتب في المتصفح مكان البحث Animation Disk for Windows واضغط على أول نتيجة بحث. ثم أضغط على Get، أقوم بفتح متجر مايكروسوفت ستور، ثم أضغط على Get، أنا لا أريد تسجيل الدخول، No thanks. ثم أضغط على نجد أنه بدأ التحميل بدون الضغط على انستول. بدأ التحميل، نلاحظ بدأ شريط التحميل، فأقوم بالانتظار حتى ينتهي التحميل. سأوقف التسجيل حيثما يتم إنهاء التحميل لنشاهد التثبيت. الآن بعد أن انتهى التثبيت أقوم بالضغط على Launch، أي فتح التطبيق لأنه انتهى التثبيت. نلاحظ هنا This product is installed، والملف كان حجمه 67 ميجا، ليس بالحجم الكبير. أضغط الآن على Launch، نلاحظ يفتح التطبيق. Create animation, animated clips, draw up sketches and share your ideas. هذه الرسالة إذا لا أريد ظهورها مرة ثانية أضغط على Don't show this message again. لو ضغطت هنا التالي Create animation like a pro كمحترف with a powerful frame manager and a professional toolset. يعرض هنا لي ميزات. لو ضغطت هنا التالي Catch Inspiration everywhere and Synchronize، يتحدث عن المزامنة، فيوجد تخزين سحابي خاص بالتطبيق يمكن أن أقوم من خلاله بتخزين عملي وبالتالي الوصول له من أي جهاز. Enjoy، وهنا أيضا يحدثني عن أنه Features in Animation Disk on PC and Mobile، أنه يوجد نسخة موبايل. الآن أضغط على Get Started، هنا إذا أردت الترقية إلى نسخة مدفوعة اشتراك شهري لتصبح لدي النسخة نسخة احترافية، أنا لا أريد ذلك، أغلقها. وهكذا قمت بتثبيت التطبيق. أرجو أن يكون الشرح مفيد، وإن شاء الله في الشروحات القادمة نتحدث عن العمل به.